قبل أن تجف دماء الشهداء الذين سقطوا بانفجار المفخخة الأولى التي ضربت بلدة سوسيان شمال مدينة الباب بريف حلب الشرقي، ضربت مفخخة أخرى البلدة ليرتفع عدد الضحايا. عدد الضحايا يعني كبير جدا، عدد العشرات الجرحى والشهداء. أكثر من 60 شهيدا سقطوا في إحصائية أولية للتفجيرين، 53 منهم راحوا ضحية المفخخة الأولى وثمانية في الثانية. كثيرة هي الأجساد التي تحولت لأشلاء، ملأت المكان فيما غصت النقاط الطبية بالمصابين. مفخختان يقول نشطاء إنهما كافيتان لإحداث خرق في جبهة أو ضرب تمركز عسكري، صبتا حمامهما على مدنيين كان الأمل يحدوهم بالعودة إلى منازلهم إثر سيطرة الجيش الحر عليها بعد معارك طويلة مع تنظيم الدولة الذي تبنى مسؤولية التفجيرات، على ما نقلت وكالة أنباء بعد يوم واحد من خسارته لأهم وآخر معقل له شرق مدينة حلب. تفجيرات اليوم تعيد الملف الأمني في المناطق المحررة إلى الواجهة، مع الخسائر الكبيرة التي تحدث إبان كل تفجير والجهات المسؤولة عن ضبط الأمن وحماية أرواح المدنيين بعد سيطرة الجيش الحر على مناطق واسعة كان تنظيم الدولة يفرض سيطرته عليها، خاصة مع براعة تنظيم بعمليات التسلل والانغماس، فضلا عن الخلايا النائمة التي تنشط بأوامر قادة تنظيم، وعادة ما يكون لنشاطها عواقب دموية. فهل ستشهد المناطق المحررة عموما وريف حلب الشمالي خصوصا سعيا مكثفا لحماية المدنيين، أم أن المفخخات ستواصل حصد المزيد من الأرواح؟